الأخ يسأل عن الإحرام الذي هو على شكل وزرة، يقول ما حكمه؟ طبعا هذه من المسائل المستجدة بهذا الشكل وبهذه الطريقة الموجودة، ولذلك تنازع المعاصرون في ذلك، منهم من منع على معنى أنه مخيط والمخيط محرم، ومنهم من أجاز ذلك. أتحدث أولا عن المخيط واستقرار كلام الفقهاء، وأحيانا يظن بعض الناس أن نسلم نهى عن المخيط، وهذا لا أصل له، ومن عرف ذلك زالت عنه إشكالات كثيرة، لأن أحيانا الناس يتنقلون مسائل تنقلوا أحكاما، يتنقلوا التقريرات لا أصل لها. من ذلك القول بأن كل ما في مخيط في الإحرام لا يجوز، وهذا لا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، إنما هذا قاله بعض الفقهاء استنباطا أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويل إلى آخر الحديث، وهو متفق على صحته، استنبطوا من ذلك، وهو ليس على إطلاقه، فإن الإنسان كان يلبس النعل في الإحرام، والنعل في مخيط، والإزارة تلبس هذا والرداء هو في مخيط. إذا ما هو المخيط المنهي عنه؟ المخيط المنهي عنه هو الذي قد خيط على قدر عضو معين، مخيط المنهي عنه هو الذي خيط وفصل على قدر عضو معين، كقفة زين، كالسراويل، كالفنيلة وكنحو ذلك، هذا قد فصلت على قدر عضو معين. ولا فإن الإنسان لو نزع ثوبه وجعله إزرة له كان جائزا، هو مخيط، لكن جعله إزرة، ما لبسه على هيئة عضو معين. إذا ما نهي عن المخيط مطلقا، وهذا يعرفنا بحكم هذه، الإنسان يستر عورته بالإزار، ويضع عليه أحيانا كما في عصور السلف، أحيانا يضعون خيطا يربطونه به، ومتأخرين يضعون ما يسمى بالكمر ويسمى بالحزام ويحوي ذلك. وأي فرق بين أنك تخيطه ليتماسك وبين أن تأتي بحبل وتربطه؟ وأي فرق بين هذا وهذا؟ حكم واحد. وحين ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة في شرح كتاب العمدة، وذكر أنه إذا لم يجد السراويل، إذا لم يجد الإزار لبس السراويل، وهذا متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولم يقل النبي فليفتقهما. أبو حنيفة يقول: يجب عليه فتقهما. قال شيخ الإسلام ردا على أبي حنيفة: لو فتقهما كان جائزا بالإجماع، فلا معنى إذا للمنع. فقوله لو فتقهما كان جائزا بالإجماع، هذا دليل أنه موجود ما لا شيء فيه، أنا ما أعرف أن السراويل واضح. فكما اللهم يقول ابن تيمية بمعنى إذا كان ما في على ما فصل على الفخذين يمينا وشمالا ما في شيء، إذا ما الفرق بين ما قال ابن تيمية أنه جائز بالاتفاق وبين ما هو موجود في هذا العصر؟ وسواء عاد قيل في اتفاق أو ما في اتفاق، لأن ما سرقيل فيها كلام وفيها خلاف لا يضرنا، الذي هو تقرير هذا الأصل، وأنه ما منع عن المخيط أصلا، فبالتالي ما يوجد الآن على شكل وزرة ونحو ذلك، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، إلا أن هذا المخيط ما منع منه أصلا، والمنهي عنه هو ما على عضو معين، وهذا العضو مقصود للشارع، أنا مطالب بستر هذا العضو، والنبي هو لا أمرني بذلك. فهو بمنزلة الإزار، وأي فرقة بحزام، وحين أضع الإزار وأربطه بالحزام، أو كان هو مخيطا من الأصل على هذا، ما فصل على عضو معين، هو مطلوب بالستر، لكن وزيل لو كان مفصل على عضو معين ماذا أضع كهيئة سراويل لا يجوز، يعني ما أضع السروال إذا لم يجد إزارا، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.